أكثر حول المنتجات البلاستيكية وبداياتها في الصناعة وأيضا نهاياتها كنفايات وعاد تدويرها ينضم إلينا من لندن الباحث والمستشار في شؤون الطاقة الدكتور يوسف الشمري. أهلا وسهلا بك دكتور يوسف. الاهتمام بالبيئة عالميا أصبحت قضية مهمة والمملكة العربية السعودية جزء من هذا الاهتمام. أيضا ما قدمه مركز الملك عبد الله للدراسات البترولية كابسارك أيضا ينم عن اهتمام المملكة العربية السعودية بالبيئة. قبل الحديث عن الحلول التي قدمتها الدراسة، دعنا نتحدث عن القضية الأساسية. البلاستيك أصبح يعني من الصعب يعني التخلص منه أو إعادة تدويره، لأننا نلاحظ أن كل سنة يزيد، الآن وصل لحوالي 335 مليون تقريبا طن يتم إنتاجه سنويا، والحلول لا زالت ضيقة ومختصرة. 9% من هذا الإنتاج الهائل التي يتم إعادة تدويره، 91% في العالم لا زالت يعني في البيئة، والمملكة العربية السعودية أيضا جزء من هذا العالم، وهنالك 95% من البلاستيك هو موجود في البيئة. لو تحدثنا أكثر عن هذه الإشكالية. أهلا وسهلا في نايف، ودائما سعيد في حديثي عبر برنامجنا المفضل الغوار. هو الحقيقة أولا موضوع تحويل النفط إلى بلاستيك. أولا البلاستيك أصلا يعني حاليا يعني أكبر عمليات إنتاج البلاستيك عالميا تنتج من غاز الإيثيلين، وغاز الإيثيلين يكون أصلا جاي من الغاز الطبيعي، وهذا ذكرنا في أول ما نشأت العمليات البتروكيماوية في المملكة مثلا الجبال وينبع في طبعا من السبعينات إلى الثمانينات، كان الهدف منها أنه الاستغلال هو ازاله حرق الغاز يكون يحول إلى منتجات بتروكيماوية، وهذه المنتجات البتروكيماوية طبعا يتم من خلالها إنتاج المواد اللي تستخدم في تصنيع البلاستيك، طبعا زي البوليإيثيلين والبروبيلين وغيرها من المنتجات الكيميائية. طبعا هذه المنتجات، هو المشكلة ليست في طبعا الطلب على البلاستيك عالمي، ما نقدر نتخيل حياتنا من دون بلاستيك، من النظارات، من الأقلام، من الأجهزة الكهربائية، كل ما يحيط في حوالينا من البلاستيك، حتى أجهزة الجوالات كلها من مصنوعة من البلاستيك. يعني هنا نقطة يعني جدا مثيرة للاهتمام، أجهزة الآيفون يمكن المشاهد يعلم وما يعلم، لكن تراها مصنوعة من بلاستيك سابق. ومعناته أنه المنتجات البلاستيكية المصنوعة من المملكة منتشرة حول العالم. فلكن هنا المسألة هي طبعا يعني هي اللي يوسف الناس، أو أنه أهميتها للعالم طبعا ما أحد يناقش فيها. لكن المسألة الأخرى أنه لو نناظر للمسألة البيئية، المحيطات عالميا مملوءة بالبلاستيك باكس اللي هي الأكياس البلاستيكية، وهذه صارت مهددة للحياة البحرية، والتقارير الكثيرة صدرت من المنظمات البيئية اللي تنادي بضرورة الاهتمام وحل المشاكل البيئية الناتجة من النفايات البلاستيكية. طبعا هنا طبعا هو سوء الاستخدام، كل تقنية في الأخير لها يعني أنك تستخدمها بالشكل الصحيح أو الاستخدام السيء. فهنالك حاجة إلى النظر إلى موضوع إعادة التدوير. هذه المسألة، خلينا المسألة العامة. المسألة الأخرى أن المملكة العربية السعودية خلال 20 سنة مقبلة، أو بس من الآن حتى 2030، تستهدف إلى تحويل 4 مليون برميل من النفط المنتج في المملكة إلى كيميائيات، هذا حسب رؤية 2030. يعني حنا ننتج الآن 9 إلى 10 مليون برميل، 4 مليون منها سيتم تحويله إلى كيميائيات. لذلك هذا السبب نشوف أن كثير أرامكو الآن داخلة في مشاريع استثمارية في الصين وفي آسيا، من ناحية اللي هو الجوينت فينتشرز في المحطات البتروكيماوية، حتى لأن هذه المحطات هي اللي سيزيد فيها الطلب على النفط مستقبلا. وهذا في الحقيقة ناتجة من التحول في نظم الطاقة من نظم الطاقة التقليدية إلى نظم طاقة نظيفة. لكن في الأخير تحتاج إلى موضوع إعادة، هنا هذه تزيد الأهمية، أنه كيف ندير اللي هو المسائل البيئية المرتبطة بالبلاستيك إذا حولنا النفط إلى كيميائيات. نيجي هنا المسألة عامل جدا مهم، وهذه الدراسة اللي تطرق لها مركز الملك عبد الله للدراسات البترولية، وهو مركز جدا رائد في تسليط الضوء على الأمور الحساسة اللي تواجهها الصناعة. فحسب ما ذكر التقرير أنه عندنا حاليا ممكن أننا ننتج يعني بالكمية البلاستيك حاليا اللي موجودة في الكنفايات، ممكن أننا ننتج منها ما يقارب 1 مليون برميل من النفط حاليا. لكن طبعا هذا يعادل ولا حوالي 1% من الانتاج العالمي، لكن لو نتكلم من الان حتى العام 2060 ممكن تزيد الكميه الى 4 مليون برميل. فاعتقد هنا
هذا اللي قد يعني يكون يعني يشكل فرصة اقتصادية للشركات للدول والاقتصادات العالمية، لأنه بالتالي احنا نتكلم ليس فقط على فكرة أن ننتج نفط ونحرقه في الكواقود، لا، احنا نتكلم هنا أن ننتج نفط ونعيد إنتاجه كبلاستيك، فكذا حققنا احنا دورة إعادة إنتاج البلاستيك كريسايكلينج. نعم. وهذا اللي هو الاقتصاد الدائري اللي حاليا تنادي فيه الاتحاد الأوروبي والمنظمات البيئية. فأعتقد هنا فرصة جدا جيدة، أو أنها فرصة استراتيجية. نعم. للاقتصاد مثل اقتصادنا في المملكة العربية السعودية. فقط مثل أخير ودي أبينها أنه إيش التحديات هنا. التحديات في استهلاك الطاقة، عملية أن هذه العمليات تتطلب كميات كبيرة من الطاقة حتى نقدر ننتج النفط من البلاستيك، فالدرجة الحرارة من 200 إلى 1300. فالمملكة العربية السعودية هنا لديها فرصة أنه السولار سيرما، وهو تقنية الطاقة الشمسية المتمركزة. نعم. حيث أنه مثلا تنتج الستيم من تركيز الطاقة الشمسية، وبالتالي ممكن ترفع درجات الحرارة، بالتالي هذا يولد درجات حرارة تحتاجها لنفس هذا النوع من العمليات. طيب دكتور يوسف، هناك العديد من الحلول، ومن أهم هذه الحلول التي قدمها يعني دراسة في أو تقرير في مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية أنها تكون مصدر للطاقة، وأيضا هنالك حلول أخرى، إعادة تدوير. ما الذي يمنع العالم ألا يفعل ذلك؟ ولماذا هنالك أكثر من 91% مهدرة في البيئة؟ لماذا لا يتم إعادة تدوير؟ لماذا لا يبحثون عن هذه الحلول؟ حل توفير الطاقة حل ممتاز جدا. ما الذي يحدث بالضبط في البلاستيك؟ أنك تأخذ البلاستيك وتحاول النفط وتحرق النفط، أعتقد أنه حتواجه هنا، لأن تشعات البيئة جالسة تصير أكثر صرامة مع عمليات إحراق الوقود الأحفوري خصوصا في السنوات المقبلة. لكن أنا هذا اللي ذكرته، أنه حاليا أكثر الطلب على النفط حيكون جاي من حقيقة من المحطات البتروكيماوية، فإعادة إنتاج النفط من البلاستيك وإعادة إنتاج البلاستيك من النفط، هذه يعني أمرين مرتبطان في بعض، لأنه ما نقدر نجيب البلاستيك من مصدر غير المواد الهيدروكربونية، فهذا طلب مستمر خلينا نقول عقود إلى الآن. أخيرا، كيف ترى جهود المملكة العربية السعودية في هذه الحلول؟ أعتقد طبعا هي enormous opportunity، أو أنها فرصة جدا كبيرة، لأنه إحنا الآن في المملكة يعني التركيز في كثير على جوانب بيئية، من مشروع نيوم إلى مشروع البحر الأحمر، عديد من المشاريع حاليا اللي هي تنصب في مشروع أو رؤية 2030 كلها تتمركز على حول تعزيز من مسألة الاستدامة والمسائل البيئية في الاقتصاد السعودي. لكن هنا هذه من ناحية فرصها المملكة، لكن ليه ما شفنا انتشارها؟ لو نلاحظ الدعم اللي قدم للكثير من التقنيات البديلة والاستغناء عن الوقود الأحفوري، لو جزء من هذا الدعم سخرناه لنحن مثل هذه التقنيات، كان أعتقد شفنا لها انتشار أكبر. فهنا أعتقد أنه فيه مس بوليسي، أو أنه فيه السياسات ما كانت موجهة بشكل واضح أنه وين يذهب الدعم. أعتقد لو كان وجه هذا الدعم إلى الحلول البيئية كان أفضل من أنه الاستغناء عن الوقود الأحفوري، فأعتقد هذا قد يكون أحد الأسباب. يبدو لي دكتور يوسف ما ينادى فيه في مؤتمرات البيئة ليست يعني مجدية، أو لا يعمل بها بالشكل الجيد. شكرا لك دكتور يوسف لإثراء هذا الملف، واعتذر منك لضيق الوقت. العفو أخي نايف، شكرا لك.